اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر واللي يعني عنوانه مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في صراحة لا ثقة في الدنيا، لا ثقة في الدنيا، وكذلك ما بقات رحمة. هادشي اللي غتشوفوا معنا الآن مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في رسالة وللعبرة وليس للمشاهدة لأي واحد تايق في الدنيا ومغرور وكيقول انا حكمتها وانا رانا وصلت وانا صافي قطعت الواد ونشفو رجليا. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في معنا مواطن كناسي ورات مأذونية على الاب ديالو وكان صحيح بخير، هز راسو هز خوتو هز يعني خدام على راسو كما كنقولوا، وفاش مرض جاه شلل نصفي اللي ما عرفش منين جاه وما عرفش كيفاش اسباب ديالو، حتى قدر الله ما شاء فعل صبح السيد نصف ديالو ما كيحش به، كيقول هو تسلطات عليه مرت الاب ديالو ودات ليه الكريمه ونكراتو فيها والان كارياها. اجيو تسمعوا معايا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في قصه ستهز وتفاصيل ستهز المغاربه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، وخصوصا اللي دايز عليه واللي دايره به الدنيا وعارف بحق الزمان غيعرف بحق الكلام اللي كيقول هذا السيد. اللي غادي نقول لكم هو انه الهضره ديالو مسكين خصوصا مع الشلل النصفي فالغمش عليه، يعني حتى الهضره ديالو ولات ثقيله شويه ولا كيلقى مشكل في انه يوصل الهضره. حاولوا يعني تركزوا معنا وتاخذوا الكلام ديالو، غنحاولوا نقربوا ليه باش نسمعوا با حميد. وراه كيعرفوه الشوافريه ديال مكناس وكيعرفوه الناس ديال مكناس. با حميد اش وقع لك؟ والو ما وقع لك والو؟ والو شلل نصفي. شلل نصفي. 6 سنين. نعم. ونص. نعم. ما بقاليش والو، ما بقاليش نصف والو. ما بقيتيش كتحس والو. واش سبابك شي عصاب؟ واش سبابك شي كنتمنى ان الكل يبارطاجي مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، لانه هذا السيد الان ها هو مرمي هنا في هذا، يعني ها هو عايش هنا في هذا السطح هذا. كما كيقول لنا هو انه يعني جا لقى هذه البلاصه اللي هي هنا فين كينعس هنا فين كيظل، ما كياخذ لا فلوس لا حتى شي حاجه، ما كيتخلصش يعني حتى نصيبه ولا حقه في هذيك الكريمه ما كياخذوش. واش انت اللي عطيتيها الكريمه ولا جات هي داتها لك؟ من اللي مرضتي جات داتها. وكنتي بخير صحيح؟ انت اللي كنتي خدام فيها؟ بخير اللهم لك الحمد بخير. ايه كيفاش كيفاش شرح لينا كيفاش وغاب شويه لك احنا غنسمعوا لك غاب شويه كيفاش مرضتي كيفاش؟ مرضت بخير ولدي بنتي الله يحفظها الله يحفظها الله يحفظها وما والو. قعدت تهضر. اه دابا غير بشويه عليك باش نفهمو. دابا الطوموبيل انت توفى الوالد، الوالد كان مزوج. كانت عنده امراه. ايه اخرى. يمنى. ما تسميهاش الميمه ديالك هذه. الوالده الله يرحمها مسكينه. توفات الوالد مشى تزوج. اييه. محجوبه. ما تسميهاش ما تسميهاش ما تسميهاش السي حميد الله يجازيك بخير، ما تسمي حتى شي واحد. توفى الوالد، شديتي انت الطوموبيل خدام فيها ورتيها على الوالد الكريمه. واخ. ورتي خدام انت في الكريمه. نهار مرتي. لا عيب شويه عليك عيب شويه عليك عيب شويه. مرت 6 سنين وانت مريض. اه اييه. باقى عندك ديك الساعه الكريمه ولا داتها؟ لا لا داتها صحيح بخير. انت باقي صحيح وداتها لك؟ اذا هي قول الكريمه هي اللي من بين الاسباب اللي خلاتك جاك هذا الشلل النصفي. مسكين تفقستي. اييه. وعلاش غدي هي هذه الكريمه؟ واش حقها؟ ديسيزيون داتها داتها كيف شويه كيف شويه كيف شويه. دابا حتى النص ديالك ما بقيتش كتحس به، ما كتحكمش في لسانك. نعم. عندك وليدات ابا حفيظ ابا حميد؟ عندك 6 الوليدات.
وليش عايش بوحدك هنا؟ فين مولداتك؟ ايوا عندي ضحى وسلان. في وسلان؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، ايوا لا اله الا الله. واش كاين شي مشاكل ولا شنو ولا؟ ايوا عايش مشاكل. وعلاش يعني علاش غتجي تجلس، علاش غتعزل راسك هنا دابا؟ واش وانت مريض محتاج لي يعطيك كويس الماء، محتاج لي يتسخر عليك، محتاج لي والو ما كاينش. وعمرك با حميد حطيتي هذا الحساب في راسك انك واحد النهار غدور عليك الدنيا بحال هكا؟ ما والو عمر ما عمر ما عمر والو عمرك ما تخيلتي خدام بخير برزقك؟ و بخير فلوس، بخير فلوس. حميد حميد اي 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 حبيب حميد ملي دارت الدنيا على حميد ما قلت حتى واحد على حميد. ملي دارت عليه الدنيا قلت صحته ما شاف فيه حتى واحد. لا لا يخطي شي واحد الصحيحة ديالك. امين امين. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. زيد با حميد وهاد السيدة يعني واش درتو يعني قسمة، درتو المسائل بيناتكم داكشي اللي خلى الوالد؟ قسمة دار خليتها عين كرمة. اها خذ خوها عين كرمة وداتها دات الدار في عين كرمة؟ ودات الكريمة؟ وعلى ما كنت باك ما مخليش الولاد؟ باك كاين مخلي خوتك، عندك خوت؟ ثمانية. ثمانية الخوت؟ وفين هما حقهم تاهما؟ ما عرفش ما عرفش. دابا تاهما خوتك دابا تاهما ما واخدين والو؟ والو ساكن. إذا كلشي مشى لها هي؟ داتها. وياك ما الوالد كاتب ليها؟ لا. ياك ما كاتب لها في الحياة؟ لا. متأكد؟ والو. واخا مشيتو قلبتو على روسكم، مشيتو للمسائل القانونية، كاين القانون؟ المرأة لا كريمة داتها. المرأة داتها. المرأة دات الكريمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهاد ثمانية الخوت وأنت وهادي كلشي مشى والو، ما دات حتى حاجة. ما والو. عسكر ولاباز نور الدين هشام رشيد يوسف. دابا خوتك هادو كاملين حتى واحد ما دا شي حاجه؟ والو. واخا شنو تقول لهاد السيده الان الا كانت كتشوفك با حميد؟ الله 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 حق 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 الله ياخذ الحق مسكين. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، فهذه هي الوضعية اللي كيعيش فيها هذا السيد، وما غنقولش لكم راه 42 درجة ديال الحرارة وهو تحت هذا الباش هذا، يعني الله يحسن العوان الأهل يدور على شي واحد زمان صراحة مشاهدينا. وكما كنسمعوا الآن كيقول لك أنه زوجة الأب يعني لحقوا لحق الإخوة ديالو للآن تا هما ظروفهم الاجتماعية الله يحسن العوان، يعني غادي مساكن مقاتلين مع الزمان في الوقت اللي هما عندهم دارهم. قلت كيقول السيد انه عندهم الدار في عين كرمه وعندهم الدار يعني والكريمه ديال باهم، عندهم حق والديهم يعني الورث راه حلال حل الله، هذا هو اللي كاين. ولكن كما كنشوفوا الان ها هو الواقع امامنا كما كنشوفوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، يعني لا ثقه في الدنيا، لا ثقه في الدنيا، لا ثقه في الدنيا، هذا هو اللي كاين، الثقه في الله سبحانه وتعالى. واللي غادي كما كنقولوا بنادم يرد البال مع الصحيحه ديالو لا يخطر شي واحد الصحه ديالو. حميد كيقول لك راه كانوا كيقولوا لي يا حميد يا حميد، كل شيء ما كاين اربا حميد، جيب السي حميد برزقه بفلوسه يوم اللي طاحت الصحة هو لقى راسو بوحدو. نعم مشاهدينا شنو تقول للناس اللي كتشوفك الان با حميد؟ الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. ما عرفتش ما عرفتش الله يرحم الوالدين ما عرفتش. دابا انت اللي عندك هو ان الكريمه ديالك شحال دابا باش مشات لك؟ 12 عام. 12 عام هادي وهي خدامه بها؟ ما كتعطيكم شي حاجه ولا والو؟ ما كتعطيكم والو؟ والو. كارياها؟ كارياها. اها عبد الصمد. ما تسميش ما تسميش
مكريه لشي واحد هنا خدام بها عادي، هي اللي كرات ليه 400 و... ولكن شمن صيفه هي باش غتكريها؟ شمن صيفه هي الوارثه؟ كراتها. لا واش هي وارثه؟ لا الديسيزيو عندها. ديسيزيو عندها؟ الديسيزيو عندها اورول اوريجينال اوريجينال هادتها فوتوكوبي. عندها هي وليدات؟ لا لا لا، دابا غير سير معايا، دابا غير قول لي هي عندها وليدات ولا لا؟ عاقره 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 مسكين. حيت كيقول لك، حيت واحد السيد هنا في واحد التعليق كيقول لك المأذونيه لا تورث بل تستمر الاستفاده لاهل الميت الزوجه والابناء القاصرين. شنو قال لك؟ المأذونيه يعني الكريمه لا تورث بل تستمر الاستفاده لاهل الميت، ميت الزوجه والابناء القاصرين هما اللي كيبقاو يكملوا الاستفاده فيها، اما الكريمه ما كتورثش. عندي الكريمه. دابا انت عندك لاكريمه ديال باك. ملي توفى باك بقيتي خدام فيها انت مباشره. هاد السيد معانا دابا هنا كيقول لك ان الكريمه راه ما كتورثش اصلا، ما فيهاش الوراثه، كتبقى الاستفاده مستمره حتى النهار كيجي لا ديسيزيون كيحيدوها كيسحبوها، حيت هادشي اللي جا الجديد في المذكره 750 انه اللي عنده الكريمه اللي ميت مولاها ولا شي حاجه كتسحب، كترجع للاداره كتحيدها. واخا هاد السيده باش دابا باش خدامه، باش سينات هاد الديسيزيون، باش خدامه بهاد الطوموبيل؟ ما مشيتوش للاجراءات الاداريه؟ ما مشيتوش وقفتوها في العماله؟ ما مشيتوش درتو الاجراءات؟ الاوريجينال عندها. الاوريجينال عندها هي؟ وشكون وصلوا لها؟ ها يا فهمتك 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 فهمتك، يعني خدتو من جهه اخرى، خدتو من جهه اخرى. اها وانتم ما كانش عندكم الاوريجينال. هاكاك. وشنو كتطلب دابا انت؟ دابا انتوما نورمال انتوما داوي الحقوق، انتوما موالي الكريمه. نقول شنو قلتي؟ دابا انت مول الكريمه نورمال، دابا انت هو مول الكريمه اللي خاصها تكون عندك، دابا انت اللي خاصك تكري وخاصك تتصرف. واخ دابا انت ملي مرتي بقات السيده كدوز لك، خاصها نورمال تكريها وتعطيك نصيبك. والو. كنتو متفقين على هذا الشيء؟ والو. لا واش كنتو متفقين؟ لا ما اتفقتوش. انت خدام بخير تلقى شي طوموبيل ما بقاتش عندك. صافي صافي. الا فهمتوا معايا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، فالسيد يعني حتى هو مسكين يعني كاين مشكل، يعني تلاعتم ديال الكلام من بين الاسباب اللي كتخليه يعني كتلاحظوا كاين مشكل، كنحاولوا انه نفهموا اشنو واقع وشنو طاري ليه. كيقول لك انه دابا 12 عام هذا السيد باش الكريمه تسحبات منه بدون انه ياخذ منها لا استفاده لا حتى شي حاجه، وكان باقي صحيح ومن بين الاسباب ديال الفقصه ديالها باش جا هذا الشلل نصفي، واليوم كيعيش هذا الوضع اللي كنشوفوه الان مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. نتمنى نكونوا انه وصلنا. شنو الرساله ديالك الان؟ شنو بغيتي تقول؟ شنو بغيتي توصل؟ انت اتصلتي بينا، انت طلبتي شوف تيفي باش تقول الكلمه ديالك وباش توصل المعاناه ديالك. الله يرحم الوالدين. عاب شويه لك، عاب شويه لك، اللغه ما عندكش، عاب شويه لك. ما عنديش. زيد الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين اللي لقريمه ما عنده شيء. الله يرحم الوالدين. الله ما قال. وانت سائق مهني؟ عندك البيرميت كونفيونس؟ نعم اخيرا. قال لك اذا كان سائق مهني وهو ابن ديالو يعرض الامر على القضاء ويبين العجز الصحي. السيد كيعطيك معلومات، واحد السيد معنا هنا في المباشر كيعطيك معلومات باش تجري تقلب على راسك باش يعني. شكرا لك اخي على هذه الافاده وعلى هذه المعطيات اللي كتعطينا. قال لك اذا كنتي سائق مهني يعني انت خدام في الكريمه، هذيك لاكريمه خدام فيها انت نيت، ممكن انك تعرض الامر على القضاء، دير شكايه ديالك للقضاء والقضاء غادي يبت فيها وتبين، تدي يعني شهاده طبيه تبين فيها العجز اللي عندك، يعني هذا الشلل النصفي خاصك تبين للقضاء انه راه وقع لك عجز في هذيك لاكريمو، وما بقيتيش ما بقيتش خدام بها باش تسترجع الحقوق ديالك.
واخ فهمتي الشريف؟ واخ هذا هو اللي كاين. الان كذلك عندك شي تليفون؟ عندك شي نمرة تليفون؟ والو عند ما عندكش؟ خاسر خاسر. مسكين. نعم مشاهدينا، هذا السيد كيتواجد بتوارقه، الناس ديال مكناس والناس اللي بغاو يجي عنده ولا اللي بغى يتواصل معاه يجي يقدم ليه يد المساعده ويد العون. يعني الله لا يضيع اجر المحسنين. هذا السيد كيتواجد بتوارقه، بغينا نعطيكم الرقم ديالو ولكن سمعنا التليفون ديالو انه ما خدامش، ما نقدروا نعطيه حتى شي رقم. السي حميد سائق طاكسي راه اللي وصلتو لتوارقه هنا في مكناس وسولتو عليه راه غيجيبوكم حتى للدار ديالو، راه كيسكن بزنقه بدرب حمان الكفايتي سعود، درب حمان الكفايتي توارقه مكناس. اللي بغى يجي عنده يجي يتواصل معاه يجي يشوفه في سبيل الله اجره لله. هذا هو اللي غادي نقول لكم، لانه الوضع صعيب، الوضع الله يحسن العوان، الله يشافيه ويعافيه يا رب. خاص العنايه بزاف، خاص بزاف ديال الحويجات. الاكثر من هذا كما كنقولوا احنا لقيناه في واحد الوضع يعني اللي صعيب وصعيب، شو المانطا وفي درجه الحراره ديال 42. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، اش غنقول لكم؟ ما قدرتش نوريكم حتى البلاصه فين كي يعني كيقضي الحاجات ديال هلو، غير واحد السطيله هنايا كتواجد، يعني ظروف صعيبه وصعيبه. كنتمنى ان الكل يبارطاجي هذا البث المباشر على نطاق واسع. هذا السيد كيقول انه ضاعت ليه الكريمه ديالو، مشات ليه بسبب من بعد الوفاه، يعني ومن بعد الوفاه ديال الوالد ديالو، ان زوجة الاب جات دات ليهم دات ليه الكريمه اللي كان كيترزق بها الله واللي كان هو خدام فيها كسائق مهني، ومشات كراتها لجهه اخرى بحكم ان كان عندها ديسيزيون اوريجينال كان في يدها. وكذلك خدات حتى شي دار ديالهم مخليها الوالد ديالو في عين كرما كما قال لنا، ياك ياك اس اختها اختها اش دخلها لهذا الشيء؟ الدار العين كرما، عين كرما ولات ايب شويه لك، ايب شويه لك، ايه بشوية لك، الله يشافيك ويعافيك. نعم كما قلنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، دارت عليه، دار عليه الزمان، دارت الصحة، مشات الصحة. فبا حميد لقى راسو اليوم انه معزول بوحده، كما كيقول هو ما عقل عليا حد، فلا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. الشريف راه عنده الحمد لله داره اللي هي ساكنين فيها وليداته، هادشي ما كاينش علاش غيتخبى باش الناس تعرف اشنو كاين، حيت با حميد ما جايش اليوم باش يمد يدو ولا جاي باش يسعى ولا جاي باش يقول شي واحد عطيني، هو عنده ديالو ولكن بغى يرجع الحق ديالو اللي هو حق مكتسب اللي هو ديال يعني القبر وما خلى. هذه هي علاش كيقلب با حميد. اما راه عنده الدويره فين مسكن وليداتو، عنده المسائل فين عايشين وليداتو، راه حتى وليداتو ساكنين معززين مكرمين الله يخليهم ليه. كاينه مشاكل داكشي كيبقى ما بين الزوج والزوجه، داكشي بيناتكم ياك سيدي حامي. لكن انا اسمح لي دابا انا اللي فهمت منك على حساب الكلام اللي فهمت منك، وانت اكد لي الا قلت شي كلمه ماشي هي هذيك راه حيت اللغه ماشي ليك. وسمحوا لنا مشاهدينا كنحاول نقربكم من القصه ديال السي حميد. مشات ليه لاكريمو، صدمه وقعت ليه، صدمه نفسيه هي اللي خلاته تفقص هذا السيد، خلاته انه يعني ينعس عليه الجنب ديالو او شلل نصفي. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ومن ثم تقلبات الحياه، ما بقات لا خدمه، ما بقى مدخول، ما بقى باش 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 يعني باش هذاك السي حميد اللي كان يعني واقف وغادي باموره ومخدم مع عباد الله وغادي وهو الباترون، لقى راسو اليوم ها انتم كما كتشوفوا معايا الحاله ديالو، شو الاظافر، شو الحاله ديال الرجلين، الصحه غدا وكتلاشى في هذا العمر هذا. مواليد 1969 كما كتشاهدوا معي، 69 لا انت اخويا انت زيد 65 ياك 65 60 60 نعم مواليد 1960. الله يطول في العمر. شنو تطلب للناس وشنو تقول للناس اللي كتشوفك الان والناس اللي تايقه في الدنيا واللي كيقول راني صافي وصلت، راني قطعت الواد ونشفو رجلي راني حاكمها؟ قرب شويه الميكرو عندك اسيدي حامي. الله يرحم الوالدين، عندك الشماته، الشماته عندكم تشمتكم؟ تشمتكم الدنيا؟ تشمتكم الدنيا، الله يرحم الوالدين، تشمتكم الدنيا ما تيقوش. الله يرحم الوالدين، تشمتكم الدنيا، قال لكم الله يرحم الوالدين عندكم تشمتكم الدنيا، لا ثقة فيها. لا ثقة في الدنيا.
نعم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، قصة من الواقع لا يعني لا غبار عليها. كنتمنى نكونوا انه قربناكم من القصة ديال السي حميد، اللي فيها مجموعة ديال العبر ومجموعة ديال الحويجات اللي خصنا ناخذهم ونحطوهم في البال ونديرهم حلقة في ودنينا. دير الخير تلقاه، هذا هو اللي كاين. وشوفها مع الله، لأنه الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعقل على الخير. أما بنو آدم فإلا من رحم ربي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم مراسل القناة منير معطاوي من مكناس. كنتمنى أنه يتم التفاعل الإيجابي مع خصوصا من الجهات المختصة والجهات المعنية واللي كتدبر هذا القطاع ديال سيارات النقل أو سيارات أو هذه المأدونيات، خصوصا أنه كنتكلموا هنا على سيارة أجرة الصنف الثاني، الرقم ديالها بلا ما نذكروه. كنتمناو انه يتم التدخل العاجل وايجاد حل لهاد الواقعه اللي الان كنسمعوا انه تم يعني يعني كما كيقول السي حميد انه ضيع في الحق ديالو اللي خلاه الوالد ديالو واللي هي الكريمه ديال الوالد ديالو، وان زوجه الاب لا نصيب لها فيها وداتها هذاك الشيء ديال الله، يعني الله عقيمه هذاك الشيء ديال الله. لكن واش حقها ولا ماشي حقها تاخذ ذاك الطوموبيل، هذا الشيء تاخذ ديك الكريمه، هذا الشيء السلطات المعنيه والجهات المختصه هي اللي غتكون عارفه اشنو كاين في هذا الملف هذا. تقدر مجموعه ديال الاشياء تكون خافيه علينا ما عارفينهاش، خصوصا انك السي حميد الان عندك حتى مشكل ديال يعني ديال النطق وديال ديال ديال اللغه ما كتلغاش مزيان. فحاولنا انه نجمعوا مجموعه ديال الحويجات، راه من قبيله وحنا معاك باش نفهموا اشنو واقع. وتلبيه للنداء ديالك دائما واؤكد عليها، انت اللي تواصلتي معنا وجينا عندك باش نوصلوا رسالتك. استودعكم الله مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من مكناس، الى اللقاء.